السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم إن شاء الله فقط الناس وناس ما قطعتات كيغوتو صاحبي في جهة أخرى، وأنا أخرج للجردة وأنا نلقى مشى ولدات في هاد الخناشي هادو هما كما كتشوفوا. سبحان الله العظيم، فين زيرات الولدة، فين ولدات الأم مسكينة. شوف الأم حنينة على ولادها، دابا ما كتخلينيش نقرب لوليدات ديالها، بغيت نقادهم في شي كريطينة ولا شي حاجة، نحيدهم من هاد البلاصة هادي كاع في مرة. هاي الشيء كنوصل، هاي كنقرب لوليدات باش نحيد هاد لكن غنجري عليها في واحد الوقيتة، غنجري عليها باش تان من فرصة باش ننقي ديك البلاصة. نمشيو نجيبو واحد الكارطونة بعدا. هاهي الأم خارجة شتيها، هاهي كتلبس معايا باش متخلينيش نقرب لحدا وليداتها. سبحان الله العظيم، كاين أنا جاي باغي ندير أجر وصافي. حطيت الكريطينات، خصني نجري عليها ضروري باش نقاد البلاصة المشيشات الصغيورين. انسان نلقى شي بكمة هكا وشي خطة ولدات يتهلا فيها. هذا الفيديو انا درتو، كاينين بعض الناس اللي كيلقى شي مشى ولدات كيجري عليها، بالعكس هذيك المشى لو ولدات عندك راه فيها خير، خصك دير فيها الخير. هذيك راه ربما عرفت بان ديك البلاصة فيها الامان وجات ولدات فيها. ما كتشاهدو نحاول نجري على المشة دي على الأم ديالهم باش هي كتحارب معايا باش خصني نجري عليها ضروري، نجري عليها حيت لبقى تما طاري عليا. ضروري باش دوك المشيشات نقد ليهم بلاصتهم ونجيب ليهم يشربوا حليب بعدا. هاد دابا راه القطيطة باقا نافسة، هانتوما الأول تبارك الله وصل عندي، التاني هو شوف فين ولداتهم سبحان الله العظيم. هانتوما في وسط التراب باش ميبانوش. التالت دابا راه حاضي مع أنا نجي تجي طار عليا. الرابع أربعة ديال القطيطات ولدات تبارك الله وصل عندي، أشكال وأنواع سبحان الله. والله إلا سبحان الله، جبت ليهم هاد الكريطينة هادي وندير ليهم واحد الضليلة نتوما كيما كتشاهدو، تندير ليهم شي بلاصة فين يكونو. المهم دابا هاي ديبانيتهم هنايا، على ما ندير ليهم شي بليصة هاكا شي كريطينة كبيرة هي اللي يكونو فيها، باش تا الوليدات ميخرجوش، تا يكبرو شوية عاد يخرجو كيما كتشاهدو. الانسان لقى ما يدير الخير يدير الصراحة، راه الحيوان لا اذا تهليتي فيه ربي تيجازيك. الحمد لله على كل حال، انا خارجي هاكا نصور شي فيديو ديال واحد سميتها الباربة، الزريعة ديال الباربة. بغيت ندير نشوف فين البلاصه اللي غندير فيها هذيك الزريعه ديال البلاصه. سبحان الله خرجت لقيت هذا المنظر الزوين، هذه القطيطات الزوينين. انا صراحه كيعجبوني القطيطات، كنبغي نتهلا فيهم هكا، ماشي القطيطات اللي كيكونوا كيتربوا، القطيطات اللي كيكونوا متشردين مساكن هما اللي كيعجبوني الصراحه. شو نجيبوا لهم واحد شويه ديال الحليب، وانا راه نعطيهم في الاول الحليب وعاد في العشيه نمشي نجيب لهم واحد شويه نلمهم واحد الريوسه ديال الدجاج باش يتردعهم. عارف هما ما غيشربوش هذاك الحليب، خصهم رضاعه. كنت جاي الام ديالهم تشرب داك الحليب بعدا تلقاه، باش دوك الوليدات ديالها القطيطات الصغيورين يلقاو بعدا يلقاو فين يحلبو ويشربوا حليبة. ثم كما كتشاهدوا
بنادم لا بغى يدير شي حاجة راه يديرها في سبيل الله، شد قطع لوحة، كل واحد اش كيدير القطوط، راه ما عرفتي شنو تلقى لك. الا دار شي خير ربي راه كاع ما ينساليك، الا دار شي خير راه بعض المرات شي حوايج تيوقعوا لك في الحياة ديالك وربي تيسترك. عرف بانك درتي واحد الحاجة وما عقل ما نسيتيها، واحد النهار هذاك الخير تيوقف معاك. والحمد لله انا صراحة ماشي بغيت نصور معكم هذا الفيديو غير باش نوري للناس اللي تيلقاو شي قطعات ولا شي لحوم في الزنقة، راه تا هما هذوك راه بكما، تا هما حسبهم بحال ولادك وحسبهم تا هما. راه مسكين القطعات ولدات هما هي كرهات هادشي رضي الله. هانتوما نصبو ليهم واحد شويه ديال الحليب لهذوك المشيشات الصغار، اي قدروا يشربوهم. نتمنى يعجبكم هاد لا فيديو هذا في عالم رشيد والزراعه، وتابوناو عندي في لاشين ديالي وتخليو ليا لايك، واللي بغى يستفسر شي حاجه مرحبا. انا هاد الفيديو هذا راهي قلت نديرو هكا بارازار، ومنها نوعي بعض الناس اللي تيلوحوا بعض القطع اللي كيلقاوهم ولدو في البيت ديالهم او في المن او في الجرده ديالهم، كيقول تيصدعونا كذا. بالعكس هذوك القطعات دير فيهم الخير تلقى ان شاء الله عند الله، ما تخسر عليهم حتى شي حاجه. هذاك الشيء اللي عندك بسيط في البيت ديالك هو اللي غتجيبو ليهم، ورا الام راه كتمشي مسكينه تدبر على راسها باش تجيب لوليداتها القطيطات الصغيرين ما ياكلو. والانسان هذا كيشوف ماشي حاجه كثيره درنا ليهم، هذه بعض المعلومه بغيت نوصلها لبعض الناس يتهلاو في القطط في اي بكمه لقيتيها في الطريق ولا في الشارع ولا في هذه تهلاو فيها. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وتهلاو ليا في راسكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.